تعودوا كالأطفال، لن تدخلوا ملكوت السماء إن لم تعودوا كالأطفال، لن تدخلوا ملكوت السماء. الابن والروح القدس الاله الواحد. آمين. نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله وشركه الروح القدس معكم جميعا. سياده المطران جميل خضر النائب البطريركي للاتين في الاردن، قدس الاب انطون كاهن رعيتنا الموقر، أهالي أطفال رعيتنا الكرام، نحن في رعية كنيسة العذراء الناصرية لا يسعنا إلا أن نقول في مدرسة مريم المرأة الإفخارستية نتعلم. بدأنا مسيرتنا في هذه الرعية الطيبة لنتعلم أن نقبل إرادة الرب القدوسة مثل أمنا مريم العذراء، نتأمل به في قلبنا لنشهد له كما فعلت أمنا مريم بتواضعها وقبولها لإرادة الرب القدوسة، فأصبحت أول بيت قربان يحمل الرب إلى البشرية جمعاء.
نشكر الرب على هذه المسيرة المباركة التي عشناها معاً وبمعونة أمنا مريم وجميع القديسين. أردنا أن يدرك أطفالنا حب الرب يسوع العظيم لهم، فتعلموا أن يهيئوا قلبهم الصغير ليكون قصر مليء بالفضائل والنعم ليستقبل الرب يسوع الساكن في القربان الأقدس. اليوم أطفالنا سيقول ليسوع: قلبنا يا رب ملك لك، فاصنع به ما تشاء. هذا هو اليوم الذي انتظره أطفالنا مدة طويلة، فازداد فيهم الشوق والرغبة إلى يسوع القرباني. واليوم اختار الفادي قلبهم ليكون عرشه فيسكن فيه إلى الأبد. أدرك أطفالنا حب يسوع لهم وأنه الغذاء الأفضل لحياتهم، فيه سيكبر في النعمة والكمال الروحي وفي حب الله والقريب والخلاص وغفران الخطايا. ليكن هذا القداس بداية جديدة لكل أسر أطفالنا، فيشاركوا معاً في وليمة الرب، مدركين حقاً أن الأفخارستية هي حياة المسيح، وأن الاحتفال الأفخارستي هو محور حياة الكنيسة. بدون القربان مصيرنا هو التعب في الحياة اليومية وهمومها والخوف من الغد، أما اللقاء بالرب فيعطينا القوى لنعيش اليوم بثقة وشجاعة ورجاء جديد. أيها الراعي الصالح، الخبز الحقيقي، يا يسوع ارحمنا، غذنا، احمنا، اجعلنا نرى الخير الأعظم. أنت غذاؤنا على هذه الأرض، اجعل منا مدعويك في العلا ووارثين لك إلى الأبد في أسرة القديسين. أمين. مساء الخير للجميع، ونحن منرحب سيادة المطران جمال خضر الأسقف المنتخب لنحضر أنفسنا لهذا الاحتفال بطلب المغفرة من الله على جميع خطايانا. يا رب، من فيض محبتك أعطيتنا وصاياك، اغفر لنا لأننا رفضنا محبتك ولم نسر في طريقك. كن دائما متواضعين وصبورين ولم نهتم بإخوتنا. Thank you.
نسألك أيها الإله القدير الرحيم، فأرسل إلينا روحك القدوس كي ينزل ويحل بنفوسنا ويجعل منها هياكل تليق بمجدك الرفيع، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدوس إلى دهر الدهور. آمين. قراءة من أعمال الرسل. لما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعون كلهم في مكان واحد، فانطلق من السماء بغتة ذوي ريح عاصفة فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم السنة كأنها من نار قد انقسمت، فوقف على كل منهم لسان فامتلأوا جميعاً من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا. وكان يقيم في أورشليم يهود أتقياء أتوا من كل أمة تحت السماء، فلما انطلق ذلك الصوت تجمهر الناس وقد أخذتهم الحيرة، لأن كل منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغة بلده. فوقف بطرس مع الأحد عشر فرفع صوته وأعلن للناس قال: أيها اليهود وأنتم أيها المقيمون في أورشليم جميعاً، اعلموا هذا وأصغوا إلى ما أقول. إن يسوع الناصري ذاك الرجل الذي أيده الله لديكم بما أجرى من يديه بينكم من المعجزات والأعاجيب والآيات كما أنتم تعلمون، ذاك الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه الصابر، فقتلتموه إذ علقتموه على خشبة بأيدي الكافرين. إن يسوع هذا قد أقامه الله، ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. فلما رفعه الله بيمينه نال من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه، وهذا هو ما ترون وتسمعون. كلام الرب. الشكر لله. ألا مجدي يا نفسي المولى، أيها الرب إلهي إنك عظيم جدا. أيها الرب ما أكثر أعمالك، بحكمة صنعتها جمعاء والأرض ملأى بمخلوقاتك. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد. جميعها تعقد عليك الرجاء كي ترزقها في الأوان الغذاء، أنت الذي يؤتها رزقها وهي تجمع، تمد يدك فإذا هي من الخبز تشبع. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد. ترسل روحك فتخلق جديداً وتجدد وجه الأرض، ليدم مجد الرب مدى الأجيال وليسر المولى بما أتى من أعمال. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. سأتغنى بالمولى ما دمت حياً، سأنشد وأعزف لإلهي ما دمت باقياً، راجياً أن يكون عن نشيدي راضياً، وإني سأظل بالمولى مسروراً. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض.
قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. أيها الإخوة، أناشدكم أنا السجين في الرب أن تسيروا سيرة تليق بالدعوة التي دعيتم إليها، سيرة ملؤها التواضع والوداعة والصبر. فاحتملوا بعضكم بعضا بمحبة، واجتهدوا في المحافظة على وحدة الروح برباط السلام. فهناك جسد واحد وروح واحد، كما أنكم دعيتم دعوة رجاؤها واحد، وهناك رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة وإله واحد، أب لجميع الخلق وفوقهم جميعا، يعمل فيهم جميعا وهم فيهم جميعا. كلام الرب. الشكر لله. أرشدكم إلى الحق كله، وهو يذكركم جميع ما قلته لكم. الزمان أتى يسوع الناصرة حيث نشا، ودخل المجمع يوم السبت على عادته، وقام ليقرأ. فدفع إليه سفر النبي إشعياء، ففتح السفر فوجد المكان المكتوب فيه: روح الرب نازل علي، لأنه مسحني ليبشر الفقراء، وأرسلني ليعلن للمأسورين تخلية سبيلهم، وللعميان عودة البصر إليهم، وأفرج عن المظلومين، وأعلن سنة قبول عند الرب. ثم طوى السيف فأعاده إلى الخادم وجاء. كانت عيون أهل المجمع كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
اليوم تمت هذه الآية بمسمع منكم، وكانوا يشهدون له بأجمعهم ويعجبون من كلام النعمة الذي يخرج من فمي. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. جاهزين؟ طلاب أول بناء للتثبيت جاهزين؟ مبسوطين؟ أكيد أكيد لازم نكون مبسوطين اليوم. اليوم احتفال خاص ومميز، اليوم الاحتفال لكم، اليوم احتفالنا بهذه الأسرار المقدسة، بمناولة تناول جسد المسيح، احتفالنا بنيل سر التثبيت، حلول الروح القدس. تذكر يوم الخميس الماضي؟ الخميس الماضي كان الخميس الأسرار، اليوم الخميس وكأنه نستمر في نفس الاحتفال بخميس الأسرار. في مثل ليلة خميس الأسرار السيد المسيح أسس القربان الأقدس، أخذ الخبز وقال هذا هو جسدي، أخذ الخمر وقال هذا هو دمي. ليش عمل هيك السيد المسيح؟ اللي عمله السيد المسيح من محبته لتلاميذه، كان صعب عليه أنه يترك تلاميذه يبعد عنهم، بده يظل معهم، وأفضل طريقة أنه من خلال الخبز والخمر اللي يتحول إلى جسد المسيح ودمه، المسيح يبقى معنا، يبقى مع تلاميذه. وتلاميذه وصاهم اصنعوا هذا لذكري، ومن 2000 سنة يصنعوا هذا لذكر المسيح حتى يكون المسيح حاضر بيننا، وحتى يصبح المسيح غذاء روحي لنا. محبة المسيح اللي أظهرها للتلاميذ لا تزال مستمرة، لا تزال هذه المحبة اللي دفعت سيد المسيح أن يقدم نفسه من أجلنا على الصليب. هذا أقصى محبة اللي أحبنا فيها السيد المسيح، هذه المحبة مستمرة، مستمرة من خلال القربان الأقدس، مستمرة من خلال كل قداس، مستمر من خلال كل مناولة نتناولها. يسوع يظهر لنا هذه المحبة حتى يصبح غذاء روحي لنا. فلما بنحتفل بالمناولة، لما بنتناول القربان الأقدس، احنا بنحتفل بمحبة المسيح لنا، هذه المحبة اللي وصلت فيه إلى أقصى حدودها، إلى أن يضحي بنفسه من أجلنا. فخلينا نتذكر دائماً أنه سر القربان الأقدس هو سر المحبة، سر محبة المسيح لنا، هذه المحبة المستمرة دائماً. خلينا نتأمل دائماً في سر القربان الأقدس في القداس، ولما بنتأمل ومنشوف مدى هاي المحبة، إيش نعمل؟ شو مطلوب منا؟ لما بنعرف أنه المسيح أحبنا كل هذه المحبة، في جواب واحد، لا نستطيع أن نجيب على المحبة إلا بالمحبة. المحبة المسيح أولا، نشكره على محبته لنا، نشكره على ما كل ما قام به من أجلنا. نبقى دائما قريبين من السيد المسيح، هو بده يكون قريب منا لأنه بيحبنا، إحنا بدنا ننسى ونبعد عنه؟ لا، نظلنا قريبين دائما منه، قريبين منه لما بنبتعد عن كل خطية، قريبين منه بالمناولة المقدسة، قريبين منه خصوصا لما منحب بعضنا البعض. المسيح اللي أحبنا أعطانا هذه الوصية، قال أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ومنتذكر في نفس العشاء الأخير لما المسيح غسل أقدام تلاميذه، إيش قال بعد ما غسل أقدام تلاميذه؟ إذا كنت أنا المعلم والرب قد غسلت أقدامكم،
الآن عليكم أنتم أن يغسل بعضكم أقدام بعض. أتيت لكي أخدم، هلا أنتم عليكم أن تخدموا بعضكم بعضا، عليكم أن تحبوا بعضكم بعضا، عليكم أن تضحوا في سبيل بعضكم البعض. هذا ما يريده يسوع منا. كل هذه المحبة لنا، إيش اللي بده إياه منا؟ ماذا ينتظر؟ أن نحبه ونحب القريب. يسوع يريدنا أن نعيش كأخوة فيما بيننا. كلما نتناول القربان الأقدس، اليوم أول مرة في ناس بتناول القربان الأقدس، اليوم وكل مرة، وأيضا لكل من يتناول القربان الأقدس، لنتذكر أننا عندما نقترب من المناولة لنقترب بقلب طاهر نقي. يسوع لا يسكن مع الخطيئة، يسوع لا يسكن مع الشر، يسوع لا يسكن مع الكراهية أو الأنانية. إذا كانت هذه ما تملأ قلبنا فلا يوجد مكان فيها للسيد المسيح. إذا أردنا فعلا أن نتناول وأن تكون المناولة صادقة وأن يسكن المسيح فينا ويكون معنا، نفسح له المجال، ننظف بيوتنا الداخلية، ننظف قلوبنا حتى نستقبل السيد المسيح فيها. لا أريد أن أقول ضيفا كريما، ولكن لكي يسكن، لكي يكون قلوبنا، تكون قلوبنا ونفوسنا مسكن للسيد المسيح. يريد أن يسكن فينا ليمنحنا الحياة. أتيت لتكون لكم الحياة. يريد أن يسكن السيد المسيح ويكون معنا ليمنحنا السعادة، ليمنحنا سلامه، ليمنحنا محبته، لكي يفيضها في قلوبنا ويفيضها في قلوبنا بالروح القدس. هذا ما يطلبه منا السيد المسيح، ولا يطلب شيء آخر. يفيض هذه المحبة في قلوبنا كما قلنا بالروح القدس. واليوم أيضا اللي بنقبل سر التثبيت، نقبل نعمة وموهبة الروح القدس، الروح القدس اللي بيقوينا حتى نعيش حياتنا المسيحية، الروح القدس اللي بيقودنا في حياتنا. مهم نسمع لإلهامات الروح القدس حتى في 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 حياتنا، في قراراتنا، في 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 كل حياتنا، حتى فعلا نكون قريبين من الله. لنصغي إلى إلهامات الروح القدس ولنطلب أن ننمو في إيماننا. السر التثبيت معناته بطلنا أطفال صغار، هلا كبرنا، صرنا نتحمل مسؤولية، منال نعمة الروح القدس، منال ختم الروح القدس، حتى أنه فعلا نلتزم بحياتنا المسيحية وننمو، ننمو دائما في حياتنا المسيحية. الروح نعمة سر التثبيت هي هذا النمو في حياتنا المسيحية، يغذينا القربان الأقدس، هذا الغذاء الروحي. هذا اليوم هو يوم مميز لأبنائنا، ويوم مميز للأهل أيضا الذين يقدمون أبنائهم لكي ينالوا هذه الأسرار المقدسة، وأيضا يوم مميز للرعية، يوم مميز للأهل، لأنه هؤلاء هم أبنائكم الذين ربيتموهم إلى الآن وستستمرون في تربيتهم. لا تنسوا أن تربوهم على الإيمان أيضا، لا تنسوا أن تربوهم على محبة الله ومحبة القريب. اذكروا يوم نلتم التثبيت المقدس، اذكروا يوم نلتم المناولة الأولى، اذكروا هذا الفرح الداخلي. بتتذكروا وانت؟ أنا في 18-5 مش راح أحكي لكم السنة، بتذكر عمري 9 سنين. مين كان مين عمره 9 سنين هون؟ هذا حدث في حياتنا، حدث اللي ما بننساه، لأنه هو بداية انطلاقة لهذا النمو في الإيمان. أطفالكم قدمتموهم للكنيسة أول مرة في سر العماد، وبتتذكروا لما الكاهن سأل عن الاعتراف بالإيمان، أنتوا جاوبتوا عن أبنائكم، أجبتم نعم نؤمن، أتكفرون بالشيطان؟ نعم نكفر، تؤمنون بالله؟ نعم نؤمن. وبعدها ربيتوا أولادكم على هذا الإيمان، التزمتوا بأن تربوا أبنائكم على هذا الإيمان. اليوم مش دوركم، اليوم دورهم هم يعلنوا الإيمان. نفس الأسئلة اللي منسألها في العماد واللي جاوبتوا عليها عن أبنائكم،
اليوم كبروا، ربيتوهم على هذا الإيمان، اليوم نسألهم هم بنفس الأسئلة وهم بدهم يجاوبوا عن حالهم، نعم نؤمن. هذه هي رسالتكم، أن تربوا أبنائكم من ناحية مادية، من ناحية تعليمية، من كل النواحي، ولكن من ناحية الإيمان أنتم مدرسة الإيمان. ما حد يرمي المسؤولية على المدرسة، المدرسة بتساعد الأهل بس ما بتقوم بدور الأهل. قمتم بهذا الدور إلى الآن، استمروا فيه حتى نرى أبناءنا يكبروا وينضجوا في السن، في الحكمة، في النعمة أمام الله والناس على مثال يسوع. آخر شيء بدي أحكي لكم عن مريم العذراء، إنه كمان مريم العذراء حل عليها الروح القدس، مظبوط؟ العذراء حل عليها الروح القدس مرتين. مرة لما بشرها الملاك خلها الروح القدس يحل عليك حتى تحبل بيسوع المسيح، والمرة الثانية لما كانت مع التلاميذ في العلية في اليوم 50 اللي قرأنا عنها في الرسالة الأولى، وأيضا مريم العذراء نالت نعمة الروح القدس. كيف أثمرت نعمة الروح القدس مريم العذراء؟ نعرف كيف أثمرت بهذه القداسة الرائعة في حياة مريم العذراء. إحنا في كنيسة العذراء، إحنا في رعية مريم العذراء، إحنا في رعية أمنا اللي نالت نعمة الروح القدس واللي هذه النعمة أثمرت في حياتها. نطلب شفاعتها اليوم، نطلب منها إنها تكون أم وتكون معلمة إلنا، لأنها مدرسة مريم العذراء. خلينا نتلمذ على يد أمنا مريم العذراء حتى تدلنا كيف نعمة الله، نعمة الروح القدس التي ننالها أو اللي نلناها في سر التثبيت تثمر في حياتنا على مثالها. فلتكن العذراء أم لكم دائما ولتحرسكم ودائما وتمنحكم نعمة ابنها يسوع المسيح، آمين. طلاب أول من أول تثبيت، من وقف؟ إذن نصغي إلى الأسئلة و مطلوب من أطفالنا اليوم أن يجيبهم عن هذه الأسئلة. الآن وقبل أن تنالوا الروح القدس اذكروا ذلك الإيمان الذي علنتموه أنتم أو علنه آباؤكم وأشابينكم وجماعة الكنيسة يوم اعتمادكم في المسيح. نبدأ أولا بالكفر بالشيطان. أتكفرون بالشيطان وبجميع أعماله ومغرياته؟ نعم. الإيمان. أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ نعم. أتؤمنون بيسوع المسيح ربنا ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وقبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ نعم. مش سامع. أتؤمنون بالروح القدس الرب المحي الذي سيهب لكم اليوم بنوع فريد بسر التثبيت المقدس كما وهب للرسل يوم العنصرة؟ أتؤمنون بالكنيسة الكاثوليكية وبشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ مع بعض. هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا، آمين. لنصلي. أيها الإخوة الأحباء، إلى الله الآب القدير كي يرأف بأبناء هؤلاء الذين ولدوا بالعماد ولادة جديدة ويفيض عليهم الروح القدس فيثبتهم بمواهبه الغزيرة ويجعلهم بمسحته أكثر شبها بالمسيح ابن الله. أيها الإله القدير، يا أبا ربنا يسوع المسيح، لقد ولدت عبيدك هؤلاء ولادة جديدة من الماء والروح القدس منقذا إياهم من الخطيئة، فأفض عليهم الآن يا رب روحك البرقليط، هب لهم روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى،
واملأهم من روح مخافتك بالمسيح ربنا. آمين. Thank you.
نقف لنرفع طلباتنا إلى الله. أيها الإخوة الأحباء، لنبتهل المتوسلين إلى الله الآب القادر على كل شيء، ولتكن صلاتنا واحدة شأن وحدتنا في الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الفضائل التي تنبثق من روحه القدوس. لأجل أبناء الله هؤلاء الذين ثبتتهم هبة الروح القدس أن يتأصلوا في الإيمان ويؤسسوا على المحبة فيشهدوا للمسيح الرب بسيرتهم الحسنة، إلى الرب نطلب. لأجل والديهم وأشابينهم الذين تعهدوا بتربيتهم في الإيمان القويم أن يشجعوهم دوماً بالقول والمثل على اقتفاء آثار المسيح، إلى الرب نطلب. لأجل أبناء كنيسة الله المقدسة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وجميع الأساقفة أن يجتمعوا بالروح القدس في وحدة الإيمان والمحبة، فتزدهر الكنيسة وتنمو حتى مجيء الرب، إلى الرب نطلب. لأجل العالم أجمع أن يعرف كل البشر بأنهم أبناء لأب واحد، وأنهم إخوة لا يفرق بينهم لا جنس ولا قومية، وأن يلتمس بقلب صادق ملكوت الله حيث السلام والفرح بالروح القدس، إلى الرب نطلب. أن يتقبل إلهنا القدير طلباتنا هذه بشفاعة مريم البتول السامية القداسة أم الكنيسة المجيدة، فنشكر له نعمه وعطاياه ونترنم بمراحمه الدائمة، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الإله الذي منحت رسلك روحك القدوس وأردت أن يمنح لسائر مؤمنيك بواسطة خلفائهم، اجعل الإيمان والمحبة اللذان انتشرا في كل مكان في أوائل البشارة الإنجيلية أن يستمرا بالنمو في قلوب المؤمنين، بالمسيح ربنا. آمين. من خمر الله يا ريح.
الحياة الأبدية يلقى السعادة في دنيا ربي جسدك مأكل حقا ربي دمك مشرب حقا طوبى لمن يرتوي الإخوة إلى الله الأب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة ليقبل رب ذبيحة يديك لمدح اسمه وتمجيدي ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. نتضرع إليك أيها الرب العطوف فتقبل أدعية عبادك الذين جعلتهم بالميرون أكثر شبها بالمسيح، والآن وقد اشتركوا في تذكار الفداء الذي استحق لنا به موهبة روحك القدوس، فأعطهم أن يشهدوا له في كل مكان، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم ومعك. لنرفع قلوبنا إلى العلى لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نسبحك يا رب في كل زمان، وأن نمجدك تمجيداً أعظم في هذه الأيام وقد ذبح فصحنا المسيح. إنه الحمل الحقيقي الذي أزال خطايا العالم، وهو الذي بموته نقض موتنا وبقيامته عاد الحياة إلينا. لذلك يا عمة الأفراح الفصحية، واستبشر العالم في كل المسكونة، والقوات العلوية وجوقات الملائكة يواصلون التسبيح بنشيد المجد قائلين قدوسا 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 الرب القوي إلى صباه السماء والأرض مملوءة إنك لقدوس أيها الأب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فيتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا، فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين
لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته، نقدم لك أيها الأب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اذكر يا رب كنيستك المنتشرة في المسكونات كلها، اجعلها تنمو في المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وباترياركنا بيير باتيستا وأسقفنا المنتخب الأب جمال خضر وسائر الإكليروس. اذكر إخواتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهن أن يمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مرحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع الكنيسة مريم البتول والدة لله، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيل بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدور. وإننا امتثالا لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونخوض. أبانا الذي في السماوات ليتقدم اسمك وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبدا. أيها الرب يسوع المسيح، يا من
قلت لرسلك: السلام استودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. يكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. بالمحبة والفرح لنتبادر سلام المسيح بالإنحناء. وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتفهم الصدور. المسيح قدسيني، جسد المسيح خلصني، دم المسيح أسكرني، ما أجن بالمسيح Oh.
Oh.
لنصلي. أشمل دائما ببركتك يا رب أولئك الذين مسحهم الروح القدس وغذاهم سر ابنك المقدس، واجعلهم يتغلبون على الشدائد فيبهج كنيستك بقداستهم ويعملوا على ازدهارها في العالم بسيرتهم ومحبتهم، بالمسيح ربنا. آمين. لطفاً جلوس. اسمح لي باسمي وباسمكم أن أشكر أولاً سيادة النائب البطريركي الأسقف المنتخب قدس الأب جمال خضر على ترأسه لهذا الاحتفال المهيب. أشكر راهبات الفرنسيسكان اللي قاموا على تدريب هدول الطلاب والطالبات. أشكر الأهالي الكرام لاهتمامهم الروحي بأبنائهم وبناتهم. يوم من الأيام سألوا نابليون: ما أجمل يوم في حياتك؟ إيش أجمل يوم في حياتك؟ اتوقعوا أن يكون جوابه كالتالي: لما ربحت المعركة الفلانية أو انتصرت على العدو الفلاني. لكن نابليون فاجأهم وقال لهم: أجمل يوم في حياتي يوم أخذت المناولة الأولى. كف حامي لأبنائنا وبناتنا اللي نالوا القربان الأقدس في هذا المساء المبارك.
وهلأ أنا بناشد الأبناء والبنات طلاب وطالبات أول مناولي. يوم الأحد أو يوم السبت مفروض فيكم أنتوا تحكوا للبابا والماما يلا مع بعض إيدنا بإيدكم على الكنيسة. ليه؟ لأنه هون بيتكم، هون بيتكم، ما تستغنوا عن يسوع اللي إجا على قلوبكم. فهمتوا علي؟ أنتوا هون أولاد أو بنات أول مناولي. بتمنى إنه الأهل فهموا هذا، هاي الرسالة يا جماعة. هدول الأطفال قبل ما يكونوا اسمهم أبنائكم هم اسمهم أبناء الله. فأعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وألف مبروك للجميع. تعطونا المجال بعد البركة أن يتوجه سيادة الأسقف المنتخب إلى القاعة برفقة طلاب وطالبات أول مناولي ميرون المقدس حتى يتصوروا معه ويأخذوا الهدايا. قيام. يبارككم الله الأب القدير الذي جعلكم بتبني أبنائه، أنتم المولودين ولادة جديدة من الماء والروح القدس، وليحرسكم بمحبته الأبوية. آمين. ليبارككم ابنه الوحيد الذي وعد بأن يبقى روح الحق في الكنيسة، وليثبتكم بقوته في الاعتراف بالإيمان القويم. آمين. ليبارككم الروح القدس الذي أضرم بنار المحبة قلوب المؤمنين، وليجمع بينكم وليقودكم دون عثار إلى فرح ملكوت الله. آمين. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. هللويا هللويا. شكر لله. هللويا. هللويا.